في ظل تواصل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، تعول فرنسا على الصين للعب دور الوسيط لإنهاء الحرب المستعرة منذ 13 شهرا. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال أمام الجالية الفرنسية بمقر سفارة باريس في بكين إن الصين يمكنها أن تلعب دورا لوقف الحرب في أوكرانيا بسبب علاقتها القوية مع روسيا، مشيرا إلى أهمية انخراط الصين في حل القضايا الدولية. نحن بحاجة إلى انخراط الصين في كل هذه المسائل، وهذا ما أحاول أن أبنيه اليوم، وبهذا أحاول أن أقنع السلطات الصينية. كما ترون إذن العلاقة ليست فقط علاقة ثنائية، بل هي أيضا علاقة تجري على مستوى القارة الأوروبية، ومن هنا وجود أيضا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين في هذه الزيارة للتطرق إلى مسائل دولية. وسيتسنى لنا خلال هذه الزيارة أيضا أن نلتقي مع فنانين مواقرين، وأن يكون لدينا تبادلات ثقافية مهمة في خلال اليومين المقبلين. وتحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن ضرورة وجود صوت أوروبي موحد في التعامل مع الصين، مشيرا إلى أن وجود رئيسة المفوضية الأوروبية فوندرلاين عامل إيجابي لتحقيق هذا الهدف وطرح مبادرات مشتركة لإنهاء الأزمة الأوكرانية. وقبيل توجهه إلى الصين، أجرى الرئيس الفرنسي محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي جو بايدن، أعرب خلالها عن أملهما أن تنخرط بكين معهم في جهود مشتركة لتسريع وضع حد للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وإرساء سلام مستدام. على صعيد آخر، يهدف الرئيس الفرنسي من هذه الزيارة إلى إحياء الحوار الفرنسي الصيني بعد فترة طويلة من انقطاع الاتصالات بين زعيمي البلدين بسبب جائحة فيروس كورونا، إلى جانب بحث عدد من الاتفاقيات الثنائية ومناقشة الانتقال في مجال الطاقة التي تعد من التحديات الأساسية التي تراها باريس ضرورة للتقدم فيها مع بكين.